مسؤولا بعده النائب رئيس النادي وعده لجنة الكرة اللي بتضم ساعتها في الوقت ده كان الراحل العظيم الكابتن طارق سليم وحسب الأعمار يعني كابتن طارق اللي ما كانش عضو مجلس إدارة وكابتن حسن وأنا. ويعرض علينا إن في مدير فني مش عاوز أسامة حسني، وأسامة حسني دوت جوز بنتي. فتناقشنا طبعا لأن احنا لجنة كورة في الآخر احنا بندي الحق تماما للمدير الفني مش عايز أسامة حسني، فأنا وافقت. رحت البيت طبعا لقيت مراتي زعلانه وبنتي زعلانه، قلت لهم الاهلي واسامه الاهلي ما حدش كان في الموضوع ده خلاص، دي مصلحه النادي الاهلي. انا حضرت الجلسه دي، مش كان كذا جلسه قبليها ودي كان في بلوره الفريق، بس كلها كانت بتقود ان من ضمن الناس اللي مش هيكونوا موجودين السنه الجايه اسامه كابتن اسامه. وكابتن اسامه من اللعيبه بقى اهو ده محترم قوي، مش محترم ده لعيب ما خدش حقه. الراجل ده ما فيش مره اعتمدت عليه وخذلك مره، ايوه، وغير لك وجاب لك بطولات صحيح وغير لك الدنيا، ما فيش مره عمل مشكله، ما فيش مره قال لك انا في ال 18 ولا بره ال 18، ما فيش يعني اللعيب لو انت حطيته ما عندكش اي مشكله. وكان عريس جديد مش جوز بنته بقى، واللي بيمضي قرار خروجه من نادي حماه يعني برضه، ما هو بس هو ده الاهلي. الكابتن الخطيب لم يناقش الامر خالص، لم يذكر ان هو قال لهم طب اسامه هنعمل معاه خالص اللي عايزينه خلاص النادي، مش ده مصلحه الاهلي، ده مصلحه النادي يا جماعه. خلاص اوكي ما تشيلوش هم حد، ده كل اللي قاله. لا قال حتى كلمه اسامه ما قالهاش. مصلحة النادي الاهلي في القرارات دي، ايوه ضن. ما كانش في قرار بالاغلبيه، طبعا كله مقتنع، كله توافق، لان بيحكموا معيار كل واحد من الناس اللي موجوده مقتنع بيه. فما فيش مصلحه الاهلي فين، ما فيش، وهي مصلحه فنيه حددها المدرب اللي انا هحاسبه. هتيجي بقى نتكلم دلوقتي ونقعد ده جوز بنت على رايي. ما فيش بقى، ما فيش اكتر من كده، بس هي مصلحه الاهلي وثوابت العمل في النادي الاهلي انه القرار الفني هو للمدرب، لا حد بيسعى يغير رايه قبليها بسنه ولا حد بيفرض عليه حاجه قبليها بسنه ولا سنتين يمكن. الكاس اللي جاب فيه الجولين في الاكسترا تايم كان قبليها بقد ايه؟ سنتين. سنه ايوه اهو، يعني عطاؤه كان امتى؟ لاخر وقت ده في الاكسترا تايم واحنا مغلوبين. يوم يحول لك الهزيمه الفوز. ايوه بس خلاص في راي فني للمدرب يحترم وينافس، مفيش بقى. وبعدين بقى ايه اهو، شوف كلها جوان دي ببطولات، ده موقف تاريخي ولا بص بقى للفانيلا ولا الشغل ده، يعني لا موقف تاريخي ولا اديله فرصه ولا استنى عليه ولا خليه مش هيعمل مشكله. المسائل من كتر ما بديهيه مش محل نقاش. يعني كل اللي الناس بتقوله دلوقتي كان من المفترض يتقال وقتها، طب خليه مش هيعمل مشكله، طب خليه يمكن تحتاجه، طب خليه يمكن يعني يجهز. يعني انا كده مفيش، انا يعني بقيت ماسك لساني اخوانا الراجل عريس. طب يعني دي مكافئه يعني مفيش مجال للمجامله، مفيش مجال. بس مش دي هو على فكره هذه ليست قسوه ولكن امانه العمل. ايوه في مؤسسه مرتبط بيها، هي دي الامانه على الاهلي، امانه. دي امانه، أمانة إنك أنت تكون واقعي وتكون اللي بيحكمك المصلحة فقط، وتدور إزاي تخفف من آثار هذا الكلام بكل وسائل التكريم الممكنة. ده حتى ما اتعملوش أي حاجة التكريم. شوف هي أصلاً حتى لم يعني الحياة منع الكابتن مثلا يقول لك طب نكرمه ونعمله. بص هي لحظات